فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإمام الذي يصلي بالناس أن يقرأ بهم بقراءة ملك يوم الدين؟ لا، يقرأ بالقراءة المعمول بها في البلد لئلا يشوش على الناس. القراءة المعمول بها في البلد من القراءات السبع يقرأ بها. في بلادنا هذا المعتمد قراءة حفص، يقرأ بها. أما إذا صلى وحده لنفسه فلا مانع، لكن صلي بالناس ما يشوش عليهم، على العوام. نعم.